أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا طالب وأنا وأمي نصلي ولله الحمد، ولكن أبي وإخوتي لا يصلون، وأبي يعمل في البنك، ولا أدري أيدخل في عمله الربا أم لا، وهو لا يزكي، فما الواجب علي أنا وأمي، وما حكم المال؟ لا يصلون، هل المراد لا يصلون أبدا لا في البيت ولا في المسجد يتركون الصلاة، أو المراد لا يصلون في المسجد ويصلون في البيت؟ فإن كان الأول هذا كفر، كفر مخرج من الملة، وإن كان الثاني فهو نفاق، لما يصلي مع الجماعة وهو مؤمن يصلي في البيت هذا نفاق. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق، معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه. على كل حال هذا لا يجوز، لأنه إما كفر وإما نفاق، وعليكم بمناصحتهم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة صلوا مع الجماعة، وإلا فاعتزلوهم واسكنوا مسكنا مستقل عنهم إذا كنتم تقدرون على هذا. أما عمله بالبنك فلا يجوز، لأن العمل في البنك من التعاون، تعاون على الإثم والعدوان. البنك الغالب أن البنوك ربوية، فالذي يعمل فيها يتعاون معهم على الإثم والعدوان. قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، كاتبه وشاهديه، لأنهم تعاونوا مع آكل الربا، هذا بشهادته وهذا بكتابته. نعم.